قطار غنائم الحرب السورية انطلق من موسكو ليعبر عشرات المدن الروسية عارضاً الأسلحة التي استولى عليها الروس من الفصائل التي حاربت نظام الأسد خلال 8 سنوات. الاستعراض تزامن مع مناسبة رسمية للجيش الروسي هو يوم الدفاع عن الوطن الأم، كما يدعم داعية الكرملين بقيادة روسيا للحرب على الإرهاب. الهدف هو أن نظهر لأكبر عدد من الناس في بلدنا الكبير نجاح الجيش الروسي في معركته ضد الإرهاب العالمي. القطار سيمر على 61 مدينة وبلدة روسية خلال 45 يوما، حاملا نحو 500 قطعة عسكرية ما بين آليات ومعدات وأسلحة، ليعود إلى موسكو في 9 مايو، وهو يوم النصر الذي شهد انكسار قوات هتلر أمام السوفييت خلال الحرب العالمية الثانية.